ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي اسامينا ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بنت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو ورز عقد. عقد بده؟ نو ات از نوت. يا ولاد اكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا. ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة ما تبقاش جامدة. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانة. شغال معايا بقاله 35 سنة. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص. امال جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتحببي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. انو يا ماما دقيقة واحدة تاكل. انو يا ماما بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ انو يا ماما. طب خد فرقوا على بعضيكم. انو يا ماما سلامة. انو يا ماما اصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام امي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك. انا اللي ستره ربه ما فضحوش. بس انتوا عشان حبايبي انا اعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه. لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى؟ ان شاء الله زعلانه ومقهوره كده. زعلانه ومتنكده لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي ونبي من عيله وعيله حلوه كمان. ابوه زعبلاوي وبلاوي. أيوه. بلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم. ابوه بيقيس حاجه طول النهار. بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك. مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصر؟ بلاش دول. قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي يا يلا. جامايكا. الو يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك احسن. قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو. الو. ايوه مين؟ نوال. اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص. احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحدة اسمها الخالة نوسة. وخالك كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم. دي ست واصلة قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى كرهتني في وشي. يا ابني النحت ده بيبين روح الشخصية. وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش. وبعدين انا بكره التماثيل بذمتك. انا قلت لك اعمل لي تمثال. كلها خمس ساعات واخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكم. عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى ولا هتوافق على الجوازه وهي مغمضه؟ وهي ايه مغمضه؟ يا خالة نوسي. Quelle est la raison de votre répétition? Attention, un vautour, vautour, vautour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, j'ai soit attention, attention, attention. Mmh.
تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي صففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخريف دي انت كمان؟ ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسة. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولادي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرض ما كانتش هي هناك يعني؟ لا ما تخافش بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده.